بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عمان الرياضية. اليوم في الحدث نستعرض حصيلة دسمة لأهم الأخبار والأحداث الجارية أو المنتظرة في الساحة المحلية والعالمية. واليوم نستقبل مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ومدرب المنتخب الوطني لكرة اليد أيضا الشاطئية، ونستقبل أيضا في الحدث الآخر أمين الصندوق لفريق عمان رايدرز وأمين السر بنفس الفريق للتعرف أكثر حول المشاركة في مهرجان الدرجات الخامس بالكويت. جولة مزدحمة بالأحداث الرياضية، كونوا معنا في الساعة القادمة من الحدث. والذي نطوف من خلاله عبر الصحف المحلية والعربية والعالمية. كأس الشباب، هل من بطل جديد؟ منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته بمعنويات عالية. الأبرز في خط الهجوم الموجودين حاليا في السلطنة إجا وضمن للمنتخب تماما. اليوم رئيس النادي وضح لكم أشياء كثيرة. صحيفة عمان حضرت الميران الأول وخرجت بعنوان يقول: ونبدأ من اليوم نشتغل وتقيم دور مجالس الإدارات. الجماهير لا تنظر إلى الأداء والمستوى، تنظر إلى النتائج. جولتنا نبدأها مع المشاركة، مشاركة أنديتنا الخارجية. سويق يخسر أمام الريان القطري بهدفين لهدف الجولة الثانية من منافسات البطولة الخليجية للأندية. قبل بداية رحلة السويق في البطولة الخليجية للأندية بنسختها 30، كان أصفرنا على استعداد لنسيان الإخفاقات المتعلقة بدورينا وبدء صفحة جديدة من الفرح علها تجعل من الأصفر يعيد شيئا من البريق المفقود. وبعد تعادل أول أمام التعاون السعودي أتت الضربة الموجعة من استاد ياسر بن حمد، حيث انتصر الريان على حساب السويق بهدفين لهدف. كان اللقاء قويا منذ البداية، حيث أتيحت الفريقين بعض الفرص السانحة للتسجيل، وفي الدقيقة 26 سجل البرازيلي تاباتا هدف التقدم للفريق القطري. بعدها بستة دقائق ضاعف اللاعب أحمد علاء النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في مرمى الأصفر. وفي الشوط الثاني كانت هناك محاولات من السويق لتقليص الفارق، وكان لهما أراد في الدقيقة 90 عبر المهاجم عبد الله كوفي، لكن استفاقة الأصفر جاءت متأخرة ليعلن الحكم عن صافرة نهاية ويعتلي الريان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما بقى السويق في المركز الثالث بنقطة واحدة فقط. بعد الهزيمة أصبح السويق يعيش وضعية صعبة، محاولات في كل مرة أن تكون نتائجه أفضل من سابقتها، ولكنه لا يرى النور لكثرة الإخفاقات المتراكمة. رحلة غادرت من أجل البحار مع السفن المتألقة، ولكنها تجد نفسها واقعة في دوامة تجعلها أكثر حيرة. وربما أن المدرب عبد الرزاق خيري يحتاج للوقت من أجل الظهور بشكل جيد، وذلك بعد انتقال أبرز لاعبيه. ولكن وضعية الفريق لا تسمح بالانتظار أكثر ولا تحتمل التفريط في الاستحقاقات القادمة. تنطلق مساء الغد منافسات الجولة 15 من دوري عمان تل للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف صور نادي الخبورة فيما يلتقي الشباب مع السيب، وفي قمة مباريات الجولة يحتضن استاد السعادة ديربي ظفار والنصر. وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت بأربع مواجهات، ويأتي لقاء صحار وفنجا كأبرز هذه المواجهات. من استاد السعادة بالقاهرة تذوقت طائرة السيب الخسارة الثانية لها في البطولة العربية 33 للأندية لكرة الطائرة، وذلك بعد الخسارة من نادي غاز الجنوب العراقي بثلاثة أشواط دون مقابل. فطائرة السيب لم تنتهج النهج الذي تنتهجه طائرة صحم التي انتصرت بدورها على الأهلي طرابلس الليبي بثلاثة أشواط كاملة، وتبقت مباراة واحدة لنادي السيب في هذه البطولة، حيث سيختتم مشواره بلقاء جيوس الفلسطيني غدا في تمام الساعة 8 بتوقيت السلطنة.
اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من طواف عمان للدراجات الهوائية من المدينة الرياضية بالمصنعة، وتمر على عدد من الولايات رجوعا إلى نقطة النهاية بالمدينة الرياضية. وإليكم بعض اللقطات من هذا الحدث الجميل. وإياكم مشاهدين الكرام انطلاق المرحلة الثالثة من طواف عمان 2015 بهذه الانطلاقة اللي أطلقها سعادة الشيخ سلطان بن محمد الفارسي. تنطلق هذه المرحلة، إلى منافسات الراليات، حيث تنطلق غدا أولى جولات بطولة عمان للراليات للموسم الحالي 2015 في محافظة مسقط وفي منطقتي الجفنين والمصفاة، فيما سيستضيف سيتي سنتر مسقط مراسم الانطلاق يوم الجمعة 20 فبراير والختام السبت 21 فبراير. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة عمان للراليات قد أنهت جميع الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الرياضي السياحي بعد اجتماع اللجنة المنظمة للرالي في مقر الجمعية العمانية للسيارات للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإنجاح هذه الفعالية. برنامج اليوم السابع سيبحر بكم في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة المحلية، نجمعها بعد ذلك في طاولة اليوم السابع. أنا أستغل الجوانب اللي تفوتني في هذه المباراة. فوق على فرق يمكن فاقدتها بالإعداد وبالإمكانات المادية. أعتقد نقطة تحول وعمل إيجابي يحسب المجلس الإداري ويحسب لي القائمين على الفريق. رياضتنا يعني مبنية على قواعد قوية، فإذا على بناء على هذه الظروف ما استجد اليوم ما صار. المفروض إنه خلال اليومين ثلاثة يخلص الدوري. اللي يتابع المباراة اليوم خاصة بالنسبة للنصر يحس إنه فريق ثلاثة الخطوط كلهم منسجمة مع بعض البعض. سعيد الخروصي، وأتوقع أن سعيد أيضا جاهزين بالنسبة للتتويج تتويج طواف عمان. إليك الكلمة سعيد مباشرة. تغطية المرحلة الثالثة من طواف عمان 2015 في نسخته السادسة، طبعا تابعوا وإياكم وصول دراجين وإعلان نتائج طبعا وتكريم كذلك مجموعة من الفرق أو مجموعة من الدراجين اللي حصلوا على المراكز الأولى. حبيب طبعا وصلت النتائج معنا، نتابعوا إياك النتائج. طبعا القميص الأحمر طبعا معنا الترتيب العام بشكل عام، ولكن خلونا ناخذ في البداية القمصان الأربعة اللي راح توزع على الدراجين الأربعة. القميص الأحمر احتفظ فيه اللي هو السويسري فابيان كانسليرا من 12 ساعة و 18 دقيقة و 56 ثانية. المركز الثاني ذهب إلى الإسباني أليخاندرو فالفيردي، و يعني الجميل في الترتيب العام لو تلاحظوا وجود أيضا باتريك كونارد النمساوي بدأ ينافس أيضا، انتقل من المرحلة الشرس والشباب إلى العام حاليا. أمس كان هو في المركز الخامس تقريبا، اليوم تقدم مركزين وصار في المركز الثالث، شيء طيب حقيقة.
صحيح. هذه يمكن الأسماء الثلاثة الثلاثة الأولى مثل ما نذكرهم، فابيان كونسليرا في المركز الأول، السويسري الإسباني باتريك أو أليخانرو فالفيردي في المركز الثاني، النمساوي باتريك كونار في المركز الثالث. الفائز بمرحلة اليوم هو ألكسندر كريستوف، بالضبط النرويجي، النرويجي ألكسندر كريستوف. هو احنا يمكن من فريق كاتيوشا ناخذهم بالترتيب، بالترتيب حاليا بالنسبه لفئه النقاط. الايطالي اندريا غوارديني يرجع مره اخرى بعد ما فاز بالمرحله الاولى يفوز بالمرحله الثانيه، وهذا ما يؤكد انه هذا اللاعب او هذا الدرج يعتمد على المستوى، الاراضي المستويه، الاراضي المستويه هي لعبته. صحيح لعبته. بكره بيبين، بكره طبعا ما اتوقع انه راح يكمل بنفس المستوى، ولا اعتقد ممكن نشوف اسماء جديده. بالضبط بالضبط صحيح. ذكر في فئه النقاط أندريا غوارديني في المركز الاول ب 27 نقطه، في المركز الثاني ألكسندر كريستوف من النرويج ب 21 نقطه، بينما في المركز الثالث الايطالي ماثيو بيلوتشي ب 18 نقطه. الى فئه الشباب معنا باتريك كونار للمره الثالثه على التوالي يحتفظ بهذا اللقب او بهذا القميص، القميص الابيض. النمساوي باتريك كونارد ب 12 ساعة و 19 دقيقة وثانية وحيدة. بيتر ساغان بدأ يدخل في المنافسة أو بدأ يدخل إلى منصة التتويج، ولكن في المركز الثاني في فئة الشباب ب أيضا فارق تقريبا 5 ثواني على المركز الأول، بينما في المركز الثالث من جنوب أفريقيا هذه المرة لويس مانيانتس في المركز الثالث. بالنسبة للسائق الأكثر شراسة معنا يحافظ على اللقب أو هذا القميص اللي هو القميص المنقط من بلجيكا فان ميرهاج، في المركز الثاني من لاتفيا من الفريق الكازاخستاني جيتس سموكليس، وفي المركز الثالث البلجيكي أيضا فان هيكي بريبن في المركز الثالث. بالنسبة للنتائج بشكل عام أو الفائز في هذه الجولة هو النرويجي ألكسندر كريستوف، في المركز الثاني معنا أندريا غوارديني، وفي المركز الثالث الإيطالي أيضا ماثيو بيلوتشي، وفي المركز الخامس الهولندي داني فان بوبل، وفي المركز الخامس عفوا ناصر بوهاني. ناصر بوهاني دخل أيضا في المنافسة لهذا العام. ذكرنا احنا قبل السباق انه هو من المرشحين، دراج شاب وسبق انه فاز في مرحله من مراحل طواف عمان 2014. الصوره بدات تتضح شيئا فشيئا، بدات تتضح بعد 3 جولات قطعنا 50% من السباق، ال 50% الباقيه تبتدي من بكره، بكره راح تتضح الصوره اكثر فاكثر. لكن مبدئيا نقدر نقول انه الايطالي أندريا غوارديني دخل منافس شرس. طبعا نتابع وياكم صاحب المركز الثاني الايطالي أندريا غوارديني من فريق استانا. صحيح. يعني الأندريا شفنا في المركز الاول في المرحله الاولى، وفي المرحله الثانيه دخل ايضا هذه المره. صحيح. هو من المرشحين، من المرشحين للفوز باللقب، شيء طبيعي. الدراج الايطالي دراج عنيد عنيد، وما شاء الله عليه يعني صاحب بنيه جسمانيه قويه، عنده قوه تحمل، لياقته البدنيه عاليه، ومرشح قوي للفوز بنسخه 2015 من طواف عمان، فكل شيء جائز، ولكن لا نسبق الاحداث. صحيح. اذا احنا ننتظر الاحداث ان شاء الله، طبعا ننتظر تتويج الفائزين بدل وصول وصول الوفود الرسميه، وحتى جميع الفرق الشعبيه والجمهور، وتقريبا راح يكون او راح يسلم الجائزه او يسلم يكرم المتوجين في هذا السباق اللي هو سعاده الشيخ سباع بن حمدان السعدي امين عام اللجنه العليا للاحتفالات، اللي راح يسلم القمصان الثلاثه بالنسبه لي الفائزين في هذا السباق. وإذا راح نتكلم اليوم مع الحكم العماني الدولي في الدراجات، تقريبا راح يكون معنا سعود الرواحي، راح نتكلم بشكل أكبر عن النتائج اللي تحقق، وكذلك عن مسألة احتساب النقاط. طبعا الأجواء الجميلة معنا هنا في المدينة الرياضية في بيل مصنعة، راح نتواصل وياكم لحد إعلان النتائج هنا في المصنعة مثل ما تابعتوا وياكم الاستعدادات الأخيرة لتسليم القمصان
الأربعة لهذا اليوم. القميص الأحمر لفئة النقاط نذكرها ذهبت إلى فابيان كونسليرا من سويسرا. القميص الأخضر ذهب إلى الإيطالي أندريا غوارديني في فئة النقاط، بينما في فئة الشباب ذهب إلى النمساوي باتريك كونارد، وفي فئة الدراج الأكثر شراسة ذهبت إلى البلجيكي فان ميرهاج. يعني ميرهاج يحافظ أيضا على القميص المنقط لليوم الثاني على التوالي. بالضبط، اليوم الثاني على التوالي فاز فيها بالمرحلة الثانية أمس من الحزم إلى البستان، واليوم نفس الشيء فاز في بمرحلة اليوم اللي هي من المصانع النوادي الرياضية. دراج شرس انه ايضا هو نقاط الاراضي المبسطه بالسرعه العاليه تعطيه نقاط انه يفوز ويحتفظ باليوم الثاني على التوالي بالقميص المنقط، فشيء جيد يعني. صحيح، حتى لكن باتريك ابتعد او موجود في المركز الرابع، باتريك كونارد اللي هو فاز بالمركز الاول في اليوم الاول موجود في المركز الثاني. خلونا طبعا ننتظر اعلان نتائج هنا في المدينة الرياضية بالمصنعة، إعلان نتائج بالنسبة للنتائج وصلت، ولكن تسليم الخمصان الأربعة أيضا راح يكون إن شاء الله معنا مجموعة من الضيوف اللي راح يواكب الحدث لهذا اليوم. نذكركم بهذه الجولة بينها انطلقت من منتجع الميلينيوم هنا في المصنعة المدينة الرياضية ووقوعا إلى نفس المدينة الرياضية بالمصنعة، مرت بولاية الرساخ تحديد الحوقين أيضا بالسويق. كانت الجولة تأخرت نسبيا أو نوعا ما عن الوقت المتوقع، طبعا كان الوقت المتوقع في ساعة 2:40 تقريبا، ولكن وصل على ساعة 3 يعني تأخير ربع ساعة بعكس الأيام الماضية اللي كان الوصول دائما ما يكون مبكر، مع أن اليوم يعني افترضنا أن يكون الوصول مبكر على افترضنا جميع الأراضي المستوية. صحيح، اختلف الوضع. صحيح، هو الفائز بمركز الأول تخطى تقريبا مسافة زمنية قدر 3 ساعات و56 دقيقة و42 ثانية، معناته فعلا أكبر عن الزمن المتوقع للوصول يمكن بحوالي 10 دقائق. مثل ما خبرت يمكن مرحلة الأمتار أو الكيلومترات الأخيرة في سوق السويق، داخل سوق السويق المطبات فيها كثيرة بحكم أنها منطقة تجارية. صحيح، فطبعا هي مغلقة الأحكام طبيعي، السيفتي موجود من قبل مجال الشرطة، ولكن قد يجوز أن المنطقة هذه منطقة السوق هي اللي أخرت أو عملت الفارق في هذا في الوصول. جميل، إذن يمكن هذه مجموعة من الأسباب اللي أخرت وصول المتسابقين لهذا اليوم. نتابعوا إياكم الحضور الرسمي لهذه الفعالية، مجموعة من الأشخاص أو الشخصيات المدعوة لتسليم القمصان الأربعة لهذا اليوم، القميص الأحمر والقميص الأخضر القميص الأبيض والقميص المنقط، في انتظار إعلان وتتويج الفائزين لهذا اليوم. ولكن كمجمل عام في الترتيب العام يمكن ننتقل وإياكم حاليا إلى إعلان النتائج وتسليم القمصان. السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات راعي حفلنا الكريم. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في حفل تتويج المرحلة الثالثة من طواف عمان عام 2015 في دورتها السادسة من وإلى المدينة الرياضية بالمصنعة وبمسافة تقدر ب 158 كيلومتر. Ladies and gentlemen, welcome to the prize giving of the third stage of Tour of Oman 2015 from and to the amazing sports city in مصنع. والابتداء الحفل ندعو راعي حفلنا الكريم إلى منصة التتويج فليتفضل مشكورا. في البداية نعلن عن الفائز بالمرحلة الثالثة. The winner of the third stage of Tour of Oman 2015 is Alexander Kristoff from Norway, Team Katusha. الفائز بالمرحلة الثالثة هو المتسابق Alexander Kristoff من النرويج من فريق الروسي Team Katusha.
Thank you, Alexander. Thank you very much. And now to start with the red jersey. The general classification award goes to the winner from yesterday, Fabian Cancellara from Switzerland, Team Trek Factory Racing. الفائز بالقميص الأحمر هو المتسابق الفائز بالمرحلة الثانية يوم أمس المتسابق السويسري فابيان كانسليرا من الفريق الأمريكي تريك فاكتوري ريسينج. A big hand of applause, ladies and gentlemen. تحية كبيرة للفائز بالقميص الأحمر. Thank you, Fabian. And now the green jersey for the general classification goes to the winner of the first stage of Tour of Oman, Andrea Gardini from Italy, Team Astana Pro Team. منافسة شديدة بالفعل. الفائز بالقميص الأخضر الجنرال كلاسيفيكيشن هو المتسابق الإيطالي أندريا غوارديني من فريق أستانا برو تيم. تحية كبيرة للمتسابق بالفائز. Thank you, Andrea. والآن الفائز بالقميص الأبيض. The white jersey for the young rider classification goes through from Australia once again, Patrick Conrad, Team Bora Argon 18. أفضل متسابق شاب المتسابق الأسترالي باتريك كونراد من فريق بورا أرغون 18. يستاهل تحية بعد. Thank you, Patrick. And the last jersey, the Dodge jersey, for the most aggressive rider classification goes to the same winner from yesterday again, from Belgium. Put your hands together for Jeff Van Mighaga from Team Top Sport, Valdrin Bolwaza. القميص المنقط والذي يعطى للمتسابق الشرس لهذه المرحلة هو المتسابق البلجيكي جيف فان ميغاغا من فريق توب سبورت فالدرين بلوازا. تحية كبيرة للمتسابق الفائز بهذا القميص. And now may I please call upon all the winners of the third stage of Tour of Oman 2015 for a group picture. The crowded podium is only evidence for a very competitive third stage. Ladies and gentlemen, the winners of the third stage of Tour of Oman 2015. والآن أيضاً هدية تذكارية لراعي حفلنا الكريم يهديها الفاضل سالم بن مبارك رئيس لجنة الفعاليات بطواف عمان. كل الشكر لراعي حفلنا الكريم وكل الشكر لحضورنا وكل رعاتنا لهذا الطواف طواف السادس. شكراً شكراً لحضورنا وشكراً للمتسابقين ونراكم غداً للمرحلة الرابعة إلى جبل الأخضر. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذا رجعنا وياكم مشاهدين الكرام، رحب فيكم من جديد. طبعا بما ان معنا وقت محدود نستضيف حاليا فابيان كونسليرا، هو الفائز اليوم بالمركز او اللي فاز معنا بالمركز الاول في بالقميص الاحمر. نرحب بفابيان لحد ما يكون موجود معنا. فابيان كونسليرا طبعا هو اللي فاز ببطوله او بطوله طواف عمان في 2010. نرحب بفابيان. Mr. Fabian, welcome to Oman TV for the first time, and we are so having honor to be having you with you for Oman TV. Yes. نسأله في البداية عن الجولة، كيف كان طواف عمان من خلال هذا العام؟ يمكن هو فاز في 2010، ولكن كيف كان الجولة بالأمس وجولة اليوم؟ كيف شاف هذه الجولة؟ Because you won the tour of Oman 2010, and what's your your impression about this tour of Oman 2015, and about the two stages, I mean three stages of the tour of Oman this year? Well, of course, there's a few changes. We don't have the uphill finish in 2010 when I won, mm-hmm. and of course now the field is getting stronger, and so there's differences with the climbing as well. I mean, in the end, it's a harder race, and for me as a non-climber, of course, additions like this is always harder. I think with the harder stages now than before, of course, it's attract more riders, and of course, it's harder for everyone, and that's actually also good for the preparation. لما فاز في 2010 قال ما كانت في صعوبة، ما كانت في مراحل جبلية عالية. حيث طبعا في النسخة السادسة بدأ يستجلب الكثير من أحسن دراجين العالم. اليوم يقول لك هو فخور بالفوز بمرحلة اليوم. طواف عمان من الطوافات الصعبة جدا على مستوى العالم. جميل، يعني يمكن هو فاز في مرحلة الأمس وفاز في مرحلة اليوم. هل كانت المراحل بما أنها على أرض مستوية، كيف ممكن يتوقع مرحلة بكرة واللي راح تكون كلها على منحدر خاصة في الجبل الأخضر؟ You won the stage 2 and stage 3 of Tour of Oman, and tomorrow the stage 4 to the end of Jabal Akhtar, I mean the Green Mountain. How do you expect the competition with the others riders? Yeah, tomorrow will be of course a big fight. I mean, for the win is one, but also for the general classification. I think we have with Julian Arredondo our card that we will play, and on the end he has to manage the last 6 kilometers uphill. Mm-hmm. There will be of course DJ Van Garderen also, that I think he looks really strong. So I mean there will be a fight, because tomorrow there is also a fight with the weather. We have a lot of really hot temperature at the moment, and so tomorrow it will be even warmer, because we go inland, we go to the mountain, and even there with the sun the whole day towards the climbs, it will be like an oven going up to Green Mountain. But on the end, we will see. Yeah, of course. يقول لك مرحلة بكرة بتكون هي أصلاً حرب شرسة بين الدراجين كلهم. هي بكرة المرحلة الفاز. أولاً راح نعاني من صعوبة المرحلة لأنه الحرارة. تعرف حقود 33 درجة مئوية طول اليوم احنا نخوض دراجة. لما نوصل عند الستة كيلومترات الأخيرة هناك يحتاج اللي هي القتال، أصعب مرحلة وقتال شرس جدا. يذكر مجموعة من الدراجين اللي هم مرشحين للفوز بالدراجة، ولكن هو وعد أنه راح يبذل قصارى وجهده في الفوز بالمرحلة. جميل، يعني بالنسبة للنتائج اللي نشوفها موجودة حاليا، هل نسأل عن توقعاته بالنسبة له شخصيا، كيف يتوقع نفسه في خلال المراحل القادمة، وحتى بالنسبة للأسماء الموجودة هل كان متوقع وجود هذه الأسماء في خط المقدمة؟ According to the results of the three stages, the first three stages of Oman, there is of course not, everyone is having the mission to win the dream. What is the expectation of your team or yourself? Who is the names to, I mean winning of the Tour of Oman? Could be. Yeah, I mean everything is possible, but tomorrow yes. We go to Green Mountain. So I mean Green Mountain, everyone knows how hard it is, and there is fighting against the pure climbers, and so it will be really really difficult to really get and to hold this position. I mean finishing still top 10 Tour of Oman will be amazing, will be great, but on the end yeah, tomorrow will be
will be, like I said, it will be the fight with the climb, but also will be the race also with the heat. So, I mean, there was many things tomorrow, and there's still two other stages, really nice ones, and also quite hard. So, I mean, there's still some possibility left. So we saw today, we arrived second with Van Poppel. Yesterday I won, so I mean, we're on the good way, and why not to continue until to the end in this direction? But of course, there's everyone that want to win, and so it will be always hard. Yes, exactly. يقول لك كل شيء جائز في مرحلة الغد من طواف من مرحلة الرابعة. هو بشكل عام يأمل وراح يبذل قصارى جهد للفوز بالمرحلة. كل الدراجين مرشحين للفوز, ولكن هناك أسماء محددة. يمكن هو أمس في السباق الأمس تكتيك أنه هو كان خلف توم بونن وفان فان بوبل في السباق, صحيح. قدر يتجاوزهم في الأمتار الأخيرة. تكتيكه هو أنه ينتظر 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 إلى آخر الأمتار, وبعد كذا يعمل اللي هي الهجوم الهجوم في الآخر الأمتار. جميل. يعني بما أنه قهوة من سباق طويل أكيد محتاج إلى الراحة. نتمنى لكل التوفيق, نشكر على هذا اللقاء, وإن شاء الله نشوفه دائما في خط المقدمة. طبعا تمنيات هذه لكل الدراجين عشان ما نكون من حازين إلى دراج معين. أوكي. I know that you came and from a long race and you are tired, so he's giving you a special thanks for coming to the Oman of TV and wishing no you problem. All the best. Thank you. And thank you very much for coming. Thank you. Thank you, Fabian. Bye-bye. إذن كان هذا حديثنا مع فابيان كونسليرا من سويسرا, الفائز بالقميص الأحمر لهذه أو لهذه المرحلة, وكذلك الفائز بسباق طواف عمان ل 2015 في 2010. في ممكن وليد ناخذ ضيف اخر معنا, جون فرانسوا. باختصار معنا جون فرانسوا المدير الفني لطواف عمان لهذا العام. بشكل سريع ان شاء الله راح ناخذه حبيب, بما ان احنا يعني وصلنا الى ختام هذا الاستوديو, لكن جون انضم الينا في هذه اللحظات. نرحب بجون فرانسوا المدير الفني لطواف عمان, نساله عن الجولات الماضيه, كيف كان اليومين الاولين وهذا اليوم, كيف شاف الجانب الفني والتنافس ما بين الدراجين من خلال هذه الجولات؟ Monsieur Jean François, vous êtes bienvenu au chaîne sportive omanaise. Votre impression de les trois étapes hier et l'étape d'aujourd'hui, c'était des étapes dures, faciles? C'était difficile. Les deux étapes étaient difficiles par les conditions climatiques parce qu'il faisait très chaud. Aujourd'hui, on est presque atteint 40 degrés. La chaleur, le vent, aujourd'hui c'était une étape de plat pour les sprinters, c'est Christophe qui a gagné. Hier c'était une étape un peu plus difficile puisque le final était très très musclé, 200 km. Bref, une vraie classique, donc deux belles étapes, difficiles. C'est un tour de Oman très difficile en raison des conditions climatiques un petit peu exceptionnel cette année. Voilà. كل المراحل الثلاثه كانت صعبه, وصعوبتها تختلف من مرحله لاخرى. يعني مرحله الامس الثانيه كانت صعوبتها في انها طويله, تقاربت ال 200 كيلومتر اللي هي 595 كيلومتر. صعوبتها كانت في الامتار الاخيره اللي هي في المرتفعات, كانت محتاجه الى عضلات اكثر. مرحله اليوم كانت منبسطه, ولكن كانت الحراره شديده, يعني مرتفعه, الرياح كانت عكسيه, مما يعني شكلت صعوبه اضافيه على المتسابقين. طواف عمان بشكل عام هو من السباقات الصعبة, صعبة جدا لكل الدراجين. جميل. بالنسبة لتوقعات المراحل القادمة, هل ممكن نشوف مفاجآت بالنسبة للأسماء؟ راح تظهر أسماء جديدة خاصة مقارنة بالأسماء الموجودة معنا, ألكسندر كريستوف وكذلك أندري غوارديني. À partir après la troisième étape, on expectait des surprises et des noms de coureurs qui va dire, spécialement demain c'est la quatrième étape du Jabal Akhdar. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune surprise. Ce sont les meilleurs coureurs qui sont devant. Il y a des révélations, des jeunes coureurs qui arrivent. Konrad, l'Autrichien Konrad, qui est actuellement troisième, qui est le meilleur jeune de ce Tour of Oman. Il y a des révélations, mais les anciens, les gens qui sont là pour les classiques sont bien présents. On a vu Cancellara gagner une belle étape. Sagan est présent. Nick Bally est présent. Bonen est présent. C'est tous ces coureurs-là qu'on va voir dans les prochains mois en haut de l'affiche. Donc je crois qu'à part quelques petites révélations,
tout le monde et tous les costauds sont là. ما كانت في الثلاث مراحل الماضية أي تقريبا مفاجآت باستثناء الثورة وسماها ثورة النمساوي باتريك كوناز اللي هو جاء من المخر وتصدر ثلاث مراحل كدراج شارس كدراج هذا، لكن كل الأسماء الكبيرة حاضرة يعني وبقوة ولا تزال عند الفرصة. ذكر بيتر سيغان، ذكر فان بوبل، ذكر توم بولن، المجموعة هذه كلها حاضرة، فرصة الموجودة كلها في الفوز بطواف عمان. حتى الآن لم يحسم اي شيء في طواف عمان. جميل، احنا كان ودنا نتكلم اكثر مع جون فرنسا ولكن مرتبطين مع برنامج الحدث هناك في الاستوديو. انا شكر لك جون على هذا اللقاء، وان شاء الله نلتقي في بكره وحتى بعد بكره ان شاء الله من خلال هذه المراحل الاخيره الثلاث الاخيره من هذا الطواف. سي جون شوار ميرسي بوكو دو فونير فيير دو دو اتر سي لو شان اوما سبورتيف اوماني اسبر كل ليتاب دو دوما سا سرا بو نورمالمون سي لا بلو بيل ايتاب اي اون فوا اون فيرا دوما سوار. ميرسي ميرسي بوكو شكرا. اذا كان هذا حديثنا مع جون فرانسوا المدير الفني لطواف عمان، وكذلك هذا الحديث. وصلنا تقريبا مع حبيب الى ختام هذا الاستوديو التحليلي لطواف عمان 2015 في المرحله الثالثه. بكره راح نكون معكم ان شاء الله من الانطلاقه من امام جامع سلطان قابوس الاكبر وصولا الى الجبل الاخضر، بالتحديد راح تتويج راح يكون مع بيت الرديده بالنسبه للمتابعين اللي حابين يكونوا موجودين. شكرا لك حبيب على حضورك، نلتقي ان شاء الله بكره الصباح ان شاء الله. شكرا لك حبيب، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه معنا. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى زميلي يونس الفهدي لإكمال ما تبقى لديه في برنامج الحدث. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي إن شاء الله. تفضل يونس، إليك الكلمة. شكرا للزميل العزيز سعيد وكل التوفيق للمتسابقين. راح نستكمل باقي الفقرات، فقرات الحدث بعد هذا الفاصل. حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إنجاز كبير في دورة الألعاب الآسيوية لكرة اليد الشاطئية الرابعة ببوكيت التايلندية، وحصل على المركز الثاني بعدما تقابل مع منتخب قطر الذي خطف اللقب وتوج ببطل النسخة الرابعة. إنجاز كبير يسطر في تاريخ السلطنة لما حققه أبطال اليد من أداء ورفع اسم عمان في هذا المحفل بالتأكيد، وإنجاز كبير. نرحب بالكباتن هنا في هذه الحلقة. نبدأ مع يعقوب بن حميد الوهايبي مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. حياك الله يعقوب. الله يحييك. مرحبا وسهلا. في الجانب الآخر أيضا ضيف مستمر ودائم كابتن حمود. حياك الله. حمود الحسيني مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية. حياك الله كابتن. الله يحييك. مرحبا وسهلا. أنت ما غريب علينا خلاص. الحمد لله. حياكم الله. نتحدث ونبارك، نبارك لكم ونبارك لأنفسنا هذا الإنجاز. ويمكن احنا نتكلم، كنا تحت الهواء قبل دخول البرنامج، كنا نتكلم عن أيضا مشاركات سابقة، وصول إلى مراحل متقدمة، لكن هذه المرة وصول إلى المباراة النهائية. معك كابتن في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. طبعا بدايتنا كانت بداية يعني عندنا كان صار عندنا معسكر اللي هو في بوكت تقريبا لمدة أسبوع. المدة 25 يوم كانت غير كافية بالنسبة لنا. دخلنا معسكر في تايلاند لمدة أسبوع بحكم كان نتعود على أجواء البطولة الأرضية الموجودة هنا. نعم الأجواء أيضا أجواء الطقس. أجواء الطقس طبعا هناك مثلا نتمرن وقت الصباح نحصل أمطار، المساء أمطار، فاليوم الثاني نشوف ما فيه أمطار، فتعودنا على هذا الجو. بالنسبة للمجموعات كان مفروض 4 مجموعات قبل البطولة، صادفنا أن تقريبا 3 فرق انسحبن من البطولة. نعم. فما اضطر الاتحاد الآسيوي أن يعمل مجموعتين. نعم. اللي هي 6 فرق و5 فرق. نعم في البداية وبداية المجموعة
تقابلنا مع أي الفرق؟ الفرق كانت قوية، أنت ذكرت لي يمكن 12 فريق، وفرق كلها لها باع أيضا كبير في مثل هذه البطولات. يعقوب. صحيح بالضبط، كانت أول مباراة كانت مع منتخب اليابان. طبعا منتخب اليابان كان جاي من فوز، وكانت مباراة جدا صعبة، يمكن هي من أصعب المباريات، هي كانت مباراة افتتاحية بالنسبة لمنتخبنا. وثاني مباراة لليابان. نعم ثاني مباراة لليابان، فكانت هي مفصل لنا يعني، مباراة جدا جدا مهمة، والحمد لله شباب ما قصروا بقيادة الكابتن حمود وحققنا الفوز المطلوب يعني. المباراة الثانية كانت مع منتخب فيتنام، منتخب كان نفس الشيء قوي خلال الجولات السابقة أو التصفيات اللي كانت استضافها. واختلفنا مع منتخب فيتنام نفس الشيء، منتخب حاضر بقوة يعني في القارة. نعم نعم صحيح. نعم كابتن حمود، أنت شاركت كلاعب وشاركت أيضا كمدرب في هذه البطولة، صح ولا لا؟ لا كلاعب لا ما شاركت في بطولات ثانية. في بطولات ثانية طبعا العربية أعتقد، في بطولات عربية وبطولات آسيوية. صارت كذا. بس شاطية يعني ما شاركت فيها، بس كنت مساعد مدرب من 2008 موجود في الشواطئ لحد يومك هذا. نعم معظم اللاعبين من المنتخب الصالات معظم اليد، صح ولا لا؟ وطبعا فارق نقدر نقول فارق الأرضية بين الصالات وبين الشاطئ هي يعني، هو صحيح كلامه صحيح، يختلف المهارة تختلف بين الشواطئ والصالات. طبعا الصالات تعتمد على الالتحام البدني، طبعا في الشواطئ ما يكون فيها التحام بدني، لكن تعتمد على المهارات اللي هي عملية الدوران، الكور الهوائية، أرضية الملعب تختلف في الصالة، هنا يلعب على رمل وهنا بيلعب على ترتان مثلا، فتختلف الوضعيه تختلف، وصعبه بالنسبه لنا نحن، صعبه جدا يعني بحكم ان اللاعب ينتقل بين الصالات الى الشواطئ. نعم معظم اللاعبين منتمين للسلك العسكري اتوقع يعقوب، بالتالي تفريقهم ما بتلك الصعوبه يعني. في احيان في تكون صعوبه، لكن اعتقد ان الاتحاد وصل اتفاق مع الجهات العسكريه بان في اليه لتفريقهم يعني، خاصه اذا معلمنا في بطولات قريبه في شهر 4 او شهر 5. اي بطوله كان في شهر 4 الحين؟ راح ان شاء الله بطوله قطر. نعم دورة الالعاب الشاطئيه الخليجيه في قطر. نعم من تاريخ 2 تاريخ 16. نعم شهر ابريل، بعدها على طول تصفيات كاس العالم. طيب خلينا نتكلم عن التحضيرات لهذه البطوله. والله مستمره طبعا. نعم بعد ما مستمر. وصلتوا الى هذا الانجاز اكيد انكم استمريتوا على اساس انه ايضا تجهيز للبطوله في شهر 4 وشهر 5 اللي هو اتوقع تصفيات كاس العالم راح تكون. صحيح صحيح نعم. طبعا مثل ما نعرف ان ما في بطوله للشواطئ، ففيك في صعوبات في تفريغ اللاعبين من انديتهم لان لهم مشاركات داخليه. عموما احنا استمرينا بالتمرين من بدايه شهر 2 3 ايام واحيانا يومين في الاسبوع على ضوء نقترب من البطوله ويكون عندنا معسكر يعني ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كابتن انت عايشت اجيال وعايشت يمكن لاعبين، في لاعبين انضافوا جدد للمجموعه اضافه قويه كانت في البطوله الاسيويه؟ في وتقريبا نحن عندنا الحين اليه ان نحن دخلنا تقريبا 9 لعيبه من منتخب الشباب ترحيل رحلناهم جبناهم معنا في الشواطئ. جميل. طبعا هذا اعداد المرحله القادمه ان شاء الله ما بعد صعودنا الى كاس العالم. اللعيبه مستمرين معنا تقريبا، الاضافه اللي هو الاضافه القويه اللي ممكن نحن استفادينا منها خلال هذه البطوله وبطولة كأس العالم وبطولة بوكت هي هو الحارس عزان. جميل. يعني أداء ما شاء الله عليه يعني، كان من اللاعب المتميزين وجديد على على الفريق، جديد على اللعبة، بس أنا أعتقد أنه له مستقبل في هذه اللعبة إن شاء الله. إن شاء الله أتوقع أنه تصفيات كأس العالم بين أخذ وعطاء، يمكن الحين لم تحسم يعني بالنسبة للتصفيات، لاستضافة السلطنة للتصفيات تصفيات كأس العالم. لا حزم محسوم الموضوع. نعم بتكون تاريخ ان شاء الله 1 تاريخ 7 باذن الله. احنا كنا نتكلم قبل انه لا في خلاص شيء رسمي يعني حسمت الامور بالنسبه لهذا، وهذا شيء جيد ايضا ويعطيكم زخم ايضا على اساس انه ايضا فرق عالميه راح تتواجد او فرق ايضا من اسيا، فرق كبيره راح تكون من اسيا، وبالتالي الوصول لكاس العالم ايضا مطلب للجميع خاصه بعد الانجاز الاخير. طبعا بطبيعه الحال المنتخب اعتقد ان المنتخب منتخب بطولات يعني، سواء خلال مشاركات الماضية هو كان يعني ما يرضى إلا بأنه يكون الأول، فإن شاء الله يكون التصفيات هي مهمة نعتبرها ونوعد الجماهير إن شاء الله أن نقدم كل ما نملك. نعم. من أجل تأهل كأس العالم وبإذن الله لكم منها الذهبية. شفنا لأخطاءات أتوقع من التكريم كان هنا. تكريم الفريق طوالي بعد البطولة أو
لا خذ فترة لظروف يعني معينة. نعم. بس الحمد لله، نقول الحمد لله يعني. مشيت الأمور. بإذن الله. يلا. طبعا احنا ما نتكلم عن دعم القطاع الخاص لأن في مسؤولين آخرين هم مهتمين في هذا الجانب، ودعم أيضا من قبل الاتحاد، وهذه أيضا مسؤولية بالنسبة للجميع على أساس أنه أيضا تشريف السلطنة. من لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى للمنتخب الوطني الإنجاز الرائع إن شاء الله القادم بإذن الله في البطولة العربية راح تكون في قطر إن شاء الله. الخليجية إن شاء الله. الخليجية. نعم. طيب. إن شاء الله. ودائما العين على المنتخب القطري دائما القوي العنيد يعني. لا وتقريبا يعني نحن في يعني تقريبا بطولتين الأخيرات دائما نواجه المنتخب القطري في النهاية، فإن شاء الله الله يكرمنا في البطولة الخليجية ومن ثم تصفيات كأس العالم. ربنا يسهل. ربنا يسهل ويكون نكد قدارتنا المنتخب ان ثالث مرة على التوالي انه هو يصعد الى كأس العالم. كأس العالم. من لكم التوفيق ان شاء الله كابتن حمود، شكرا جزيلا. من لك توفيق. شكرا جزيلا كابتن يوسف. ان شاء الله والله يحفظكم ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله القادم افضل واجمل بالنسبة لمنتخب اليد ان شاء الله. باذن الله باذن الله. متواصلين معاكم إن شاء الله في باقي الفقرات. فاصل ونواصل. من خلاله عبر الصحف المحلية والعربية والعالمية. كأس الشباب، هل من بطل جديد؟ منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته بمعنويات عالية. الأبرز في خط الهجوم الموجودين حاليا في السلطنة إجا وضم للمنتخب تماما. اليوم رئيس النادي وضح لكم أشياء كثيرة. صحيفة عمان حضرت الميران الأول وخرجت بعنوان يقول: ونبدأ من اليوم نشتغل وتقيم دور مجالس الإدارات. الجماهير لا تنظر إلى الأداء والمستوى، تنظر إلى النتائج. نبدأ جولتنا العالمية مع منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر فريق ريال مدريد الأسباني على شالكة الألماني بهدفين نظيفين. دعونا نتابع نحن وإياكم ما قاله كل من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وروبرتو دي ماتيو مدرب شالكة من خلال المؤتمر الصحفي. فريقي لعب جيدا وفي روح عالية، أعترف أننا لم نسرع اللعب بل انتظرنا الفرص بصبر. بشكل عام سيطرنا على المباراة وسجلنا مرتين، شكل شالكة الخطورة علينا مرة واحدة ولكن أداؤنا كان جيدا. كريستيانو رونالدو ولد لكي يسجل الأهداف، ولكنها ليست مشكلة إذا مرت مواجهة أو اثنتين بدون هدف له. هذا الهدف كان فقط للأرقام ولكنه مهم في هذه المرحلة من الموسم. أظن أن نشاطنا جيد. حاربنا قدر المستطاع ولكن المواجهة كانت ضد فريق قوي جدا، وجودة أدائهم في الهجوم حسمت النتيجة. إذا أعطيت لمدريد أي فرصة فإنهم يشكلون خطرا فوري، كما رأينا في الشوط الأول مثلا بالفرص التي انتهزها غاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. لن نفقد الأمل وننتظر المواجهة في مدريد. إلى ملاعب التنس، حيث ودعت كل من الأمريكية المدافعة عن اللقب فينوس ويليامز والبولندية إنيسكا منافسات بطولة دبي للتنس بخسارة كل منهما في الدور الثالث من البطولة. فينوس ويليامز التي تعتبر المصنفة الثامنة عالميا تكبدت هزيمة غير متوقعة أمام تشيكية لوسي سافاروفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2، بينما ودعت بولندية إنيسكا البطولة بعد الخسارة أمام الأسبانية غير المصنفة غاربين 6-4 و6-2.
إلى عالم الهوكي، حيث انتصر فريق واشنطن على فريق كاباتيلز بثلاث أهداف لهدف ضمن بطولة الدوري الأمريكي لهوكي الجليد. جاء اللقاء قويا من فريق واشنطن، حيث سجل إليكس بوشكين الهدف الأول لفريقه، واستمر الضغط من قبل فريق واشنطن ليضيف ستيف دوني الهدف الثاني، واستمر فريق واشنطن في الضغط وذلك لتأمين الفوز، وكان له ما أراد عن طريق جون كارلسون. To the great eight. He'll fire a wrist shot. Brower the second chance. And there was Fleury. Nick Backstrom chases down. من بطولات الهوكي إلى عالم الدراجات، حيث فاز البريطاني دانييل ماكلاي من فريق بريتانيتي سيش بالمركز الأول في المرحلة الثالثة من بطولة جابون للدراجات الهوائية. انطلق مسار اليوم الثالث من بطولة جابون من مدينة مونانا إلى كولاموتو، وهو مسار طوله 57 كيلومترا، ويعتبر ماكلاي هو أول بريطاني يحرز المركز الأول في هذه المنافسة، حيث لم يسبق للدراجين البريطانيين تحقيق البطولة من قبل. سيبحر بكم في مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة المحلية، نجمعها بعد ذلك في طاولة اليوم السابع. شارك نادي عمان رايدرز في مهرجان الكويت الخامس للدراجات، وشارك في المهرجان هذا العام 40 دراجا من السلطنة، وهو أكبر عدد منذ بداية المشاركة في مهرجانات الكويت منذ 2011. وأشادت لجنة التنظيم في نادي الكويت رايدرز بمشاركة السلطنة الواسعة، مثمنين لهم هذا الجهد ومشيدين بحسن التنظيم والترتيب الذي ظهر به الفريق. خلونا نرحب بالأخوان المتواجدين معنا من خلال هذه الحلقة. سعد عبد الله الشيخ أمين الصندوق لفريق عمان رايدرز، حياك الله أخوي سعد، مرحبا وسهلا. يا مرحبتين، حياك الله. أيضا في الجانب الآخر فيصل بن سعيد الهاشمي أمين السر لفريق عمان رايدرز، حياك الله فيصل. الله يحييك، مرحبتين، شرفتونا. الله يخليك، نعتذر بالتأخير يعني. لا أبدا، حياكم الله. خلينا نتكلم عن المشاركة في البداية سعد. نعم. مشاركة السلطنة أتوقع أن شفنا تقريبا أكثر من 40 مشارك في هذه، ربما يمكن الأكثر. نحن الأكثر مشاركة. أكثر خليجيا وعربيا، كنا نحن أكثر مجموعة مشاركين في رايد الكويت ومن بين الفرق العمانية. جميل، مشاركة حلوة كانت أيضا. أي الحمد لله. وأيضا أتوقع أن أيضا الاستفادة كانت حاضرة. أي الحمد لله، استفادة كثير، استفاد المجموعة واستفاد النادي. نعم. فيصل، نتحدث عن الشبكة العالمية لرايدرز، تعطينا فكرة أيضا المشاهدين. أيوة. شبكة الرايدرز هي شبكة عالمية. جميع الدول حاليا، الدول العربية وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا وفي كم دولة أيضا، هي شبكة منظمة جدا، تجتمع سنويا، تحط أهداف، تحط خطط، وطبعا كلها لدعم استراتيجية معينة لدعم الدرجات النارية وهواة الدرجات النارية. عمان انضمت إلى الشبكة في 2010 رسمي، بصورة رسمية. يلا. بعد موافقة الشبكة على انضمام سلطنة عمان حسب معايير معينة أتوقع. طبعا في لهم معايير معينة لازم نتبعها من ناحية السيفتي، السلامة، النظام، إنه يكون ما يكون شيء يعني، يكون شيء منظم بمعنى أصح. والحمد لله من 2010 إلى اليوم، واسم السلطنة واسم عمان رايدرز يرتفع يوم بعد يوم. جميل. هي لابد أحيانا أيضا تكون من صعوبات تواجه الفريق وتواجه أيضا المجموعة. خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي تواجه المجموعة وتواجه أيضا الفريق في مثل هذه المشاركات. هي الصعوبات بتكون أكثر شيء المسافات الطويلة اللي نقطعها بين الدول.
والدعم للنادي. والصعوبات الثانية تكون أنه الدعم أنتوا حاليا في تحت أي مظلة؟ خلينا نعرف أيضا المشاهدين. نحن تحت مظلة الجمعية العمانية للسيارات. نعم. وبالتالي الدعم محدود. الدعم محدود طبعا. وما ينقصنا احنا دائما الدعم. هو الدعم دائما في كل مكان. صحيح الله. صحيح. لكن مثل هذه الرياضات مثلا، احنا نتكلم مثلا في بعض الرياضات تحتاج انها تبدا بقوه وتبدا بدعم وتبدا بامور هذا، لكن بعض الرياضات مثلا تحصل دعم على اساس انها خلاص بدات من سنوات طويله. صح ولا لا؟ فبالتالي نحن خطانا ثابته في هذا الموضوع. يعني حتى المشاركات، حتى لو ما رقينا دعم، حتى الدعم من تواصل. ايوه نواصل، ما نتوقف، لان هذه مشاركات دوليه لازم نثبت وجودنا في الدول هذه. صحيح. لأن بنفس الوقت الأندية الثانية إذا نحن ما نشاركهم ما يشاركونا. والحمد لله عندك طواف عمان، رايد عمان، كان مجموعة كبيرة فوق 400 دراجة اللي حضروا معنا من جميع الدول العربية ومن الخليج بنفس. جميل. وكانت مشاركة جدا طيبة، وجميع الدراجين استمتعوا بما فيها الطبيعة في عمان. الطرقات، طبيعة الطرقات. جانب السياحة أيضا. جانب السياحة تستفيد كثير، وطرقاتنا الآمنة وتضاريس البلد. تشجع جميل. طبعا جميل. خلينا نتكلم عن المشاركة الفعالة بالنسبة للمشاركة الأخيرة هذه مع الكويت. إيش اللي أضافته بالنسبة للمشاركين؟ المشاركين لعمان رايدرز. نعم. إحنا شاركنا في مهرجان الكويت الخامس علشان نستقطب أكثر عدد من الدراجين في الدول العربية إنه يحضروا في عمان، لأن إحنا عندنا فعالية ثابتة بتكون إن شاء الله في شهر 11 تزامنا مع العيد الوطني. والسنة الماضية متى كان؟ أيضا كان شهر 11. هو سنويا إحنا يعني؟ هو سنويا، بس تغير التوقيت، أول مرة يكون في شهر 11 العام الماضي علشان يكون مع العيد الوطني. فكان في المرات السابقة هو مجرد مثلا معرض للدراجات وكذا، فتغيرت الاستراتيجية من السنة الماضية وسوينا شيء اسمه رايد عمان. ننطلق فيه من مسقط كان العام الماضي إلى نزوة. طبعا عشان كمرحلة أولى على أساس الناس تتعرف على السلطنة وتشوف هذا، وريناهم أيضا بعض المناطق التراثية في هذا. وشارك فيه ما أكثر من 400 دراج. ما شاء الله. ومن عدد كبير. عدد كبير. أكثر كان. الحضور نعم في السلطنة أكثر عدد حضور دراجات أو تجمهر أو مسيرة أو شيء ما. الحضور كان من الدول العربية، من الأشقاء من دول الخليج، وكان في بعض المشاركات من الأردن ومن مصر. فالحمد لله كان جدا ناجح، والكل يعني أبهرهم التنظيم اللي ما كان في شخصين من دول أوروبية كانوا حاضرين معكم؟ هم أكثر من شخصين. أكثر في أشخاص نعم. في أشخاص نعم. هم جدا استمتعوا بالفعالية بشكل عام، يعني من المناظر ومن الترحيب اللي قدمناه، يعني إحنا كعمان رايدرز اللي قدمناه جدا هم استمتعوا فيه، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله هذه السنة بيكون شيء أفضل. نعم. مفتوحة المشاركة أو مفتوحة؟ لا 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 لا, لا, لا طبعاً. جميع الأندية وجميع الفرق وحتى الأفراد ممكن يشاركوا. نعم حتى الأفراد ممكن يسجلوا. يعني هل بديتوا ممكن؟ احنا بدينا في فندق في الخوير كتعريف التسجيل. احنا طبعا أعلننا عن الرايد قبل الرايد بفترة يعني. حلو. واللي يحب يسجل، وفي ناس بالفعل كانوا مارين، ايش عندكم اشوف دراجين هنا، قلنا له كذا كذا وسجلوا. جميل. وشاركوا معنا. جميل. عادي تسجل، تدفع مبلغ رمزي، تاخذ باكج. الباكج هذا فيه غداء وفيه عشاء وفيه سحوبات. كانت السحوبات السحب الاول كان على دراجه ناريه، وكان في جوائز تلفونات والمودم من عمان تل كانت مقدمه هذه الجوائز ايضا، لانه هو كان احد الداعمين في هذا. طبعا وزاره السياحه كانت داعمه رايد عمان، وهناك الكثير يعني من الشركات الحمد لله دعمت هذا رايد عمان وساهمت في انجاحه. نعم. نفترض ان انا مثلا ما اعرف سوق در، ما دخلت ابد في السباق، هل في حصص مثلا معينه؟ طبعا في عندنا مدرسه في النادي لتعليم سياق الدراجات. جميل. وفق رسوم ايضا؟ وفق رسوم طبعا. رسوم وقيود ومتابعه. خلينا نعرف المشاهدين، رسوم في متناول اليد او ما هي الرسوم؟ لازم مثلا حصه ساعه بحدود 5 ريال. 5 ريال بحدود 5 ريال كل ساعة بحدود 5 ريال. وعندنا 3 أيام في الأسبوع
يجوا اللي فرضا اللي حتى اللي يريد يقدم على رخصة قيادة لازم يجي عندنا على أساس يعرف الخطوات كيف ويعرف طريقة الامتحان كيف تكون. حتى من إدارة الشرطة لما حد يريد يروح يطلع الكتشة يوصفوا له يقولوا روح عند عمان رايدرز هم اللي بيعطوك الأساسيات على أساس أنك تقدم له رخصة القيادة. في درامات أو شيء؟ هو مش درامات هو مقارب فيوبس على الدائرة على شكل 8 على شكل 8 تكون اللي عقدنا احنا اول درامات في الترايل احنا عنا بس احنا عنا صغار ما عنا ما فيها. طيب نتكلم عن قادم ونتكلم ايضا عن سباقا. انت تكلمت عن الخطه يمكن في شهر 11. طيب هل عملتم مثلا في التواصل الاجتماعي ممكن عندكم حساب معين في الفيسبوك او في تويتر او هذا طبعا ولا لا لازلتوا موجوده حسابات عندنا في تويتر وفي الفيسبوك وفي الانستغرام عمر رايدرز بالانجليزي عمر رايدرز ايوه بدون مسافه بدون شيء عمان رايدرز موجود الحمد لله يعني التواصل الاجتماعي موجود وممكن يسجل وممكن يدفع بطريقة مثلا الفيزا والهذا الأمور أو لسه بعد لا هذه الأساسيات نحن نفضل أنه الدراج يجي يحضر لعنا على أساس نفهمه إيش الأساسيات الدراجات صحيح والسيفتي وهذه الأمور لأنه نحن من شروطنا الأساسية السيفتي السلامة إذا هو ما بيتبع نحن من قوانين إذا ما بيتبع هذه الإجراءات نحن ما نقدر ننضمه إلى النادي ففي عندنا قوانين وشروط لازم ينتبه عليها من أبسط الأمثلة كالخوذة كالقيادة في الشارع الإزعاج هذه إذا صدر من أي عضو من عمان رايدرز يحاسب معه هذا الخوذة اللي لابسينها الحين هي هذا الفيست هذا الفيست هذا اللبس الرسمي للنادي الخوذة اللي هي الواقية تقصد كلباس أنا جاكيت في هذا لباس رسمي أيوه في عن الجاكيت ممكن تلبسه تحت الفيست اللي هو اللي فيه حماية وكذا موجود حتى أيضا بنطلونات أيضا في موجودة نعم تحصل دعوات أحيانا فيصل من دول ثانية ممكن تروحوا أيضا طبعا إحنا هذا إحنا جايين من مهرجان الكويت غير الكويت أقصد في الخارج إحنا تكلمنا عن مهرجان في الخارج في إن شاء الله في عندنا في الأردن شهر 4 بيشارك عمان رايدرز وعندنا أيضا شهر 6 شهر المغرب المغرب بيكون ضمن المغرب واسبانيا في نفس الوقت ممتاز بيكون من المغرب مرورا اسبانيا يعني هذا من جانب طبعا السباق ولكن ايضا من جانب ايضا التبادل الثقافات بالتاكيد هو ما يكون سباق كثر ما يكون هو التجمع صحيح. وتعرف صحيح يعني نتعرف على بعض ونتبادل الخبرات يعني لما انت تاخذ خبره مثلا من شخص في المغرب مثلا على سبيل المثال صحيح جايز يكون هم مثلا لهم باع طويل في مجال الدراجات فناخذ منهم الخبرات هذه ونطبقها عندنا يعني هنا في عمان وهذا بالفعل اللي يحصل يعني مشاركاتنا الدولية نستفيد لازم نستفيد منها. كيف تحس الشباب سعد متجاوبين معاكم اي الحمد لله طبعا تدريبات طبعا طبعا يتطوروا اكيد اكيد لانه نحن الحمد لله عندنا الدراجين القدامى اللي هم يسوقوا من الخبرة من 20 و30 سنة ما شاء الله هم اللي يفيدونا هم اللي يفيدون في بعض الدراجين اللي معانا يجي هو وابنه طبعا ابنه بدراجة وهو بدراجة يشاركوا يكونوا مع بعض فهذول هم اللي يعطونا أنظمة القيادة من عمر كم؟ انت من عندك من 60 انت لا انا اقصد ابتداء من 17 سنة وانت طالع طبعاً حسب الرخصة تكون من 17 من 17 بس هو ما عندنا حد في النادي بهذا العمر لا أتوقع أن كلهم فوق 25 سنة بس هو ما في مانع طبعاً ما في مانع إذا جاء شخص هو هاوي لهذه هذا طبعاً هو في المكان المناسب لأنه راح يمارس هذه الهواية بشكل آمن ومع ناس راح يرشدوا لأي شيء خطأ أو شيء احنا دائما نوقف مع الشباب يعني جميل نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الله يسلمك يا فيصل شكرا ولبس جميل يعني شكرك ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا رب تشاركوا في مهرجانات قادمه تعطيكم ايضا زخم ومساحه جميله ان شاء الله في اكيد ان شاء الله ان شاء الله عندكم اضافه قبل ما نختم معكم والله شكرا لكم شكرا لكم واجب نبي ان شاء الله يكون في المشاركات الدوليه او حتى المشاركات هنا فمحليا نتمنى يكون في تغطية إعلامية أكبر يعني تصوير التلفزيون يحضر معنا وراح يكون شيء جديد
وشيء مميز ان شاء الله. نعم اكيد الاخوان يسمعوكم سعيد المالكي والاخوان في القناه الرياضيه ما مقصرين يعني. طبعا شرطه عمان السلطانيه ما مقصرين معنا بجميع النواحي، لكن نتمنى بس من الناس انهم يعطونا حقنا في الشارع. هو الشارع مال للسيارات وشاحنات وكذا، ايضا للدراجات، احنا درجاتنا مرخصه، ندفع تامين، وعند الحمد لله عندنا لياسر رخص قياده. فالناس شويه ما عندهم ثقافه الدراجات الناريه. صحيح. ايوه صحيح. بس نتمنى توعيه اكبر، وطبعا الاعلام له دور. الجهات فلوس صندوق قايمين بدورهم، القطاع الخاص يدفع لكم. والله نعم فيه، بس في صعوبات، لكن ضاغطين عليهم. تعبوا الى تحصلوا. احنا ضاغطين. هي ترى دائما هي البدايه فيها صعوبه. اكيد. معنا نحن الرئيس رئيسنا الفخري يعقوب الكيومي ما مقصر معنا في النهايه. انا شاكر لكم سعد عبد الله الشيخ امين الصندوق لفريق عمان رايدرز، شكرا جزيلا لك اخوي سعد. سلامنا لجهاد. الله يسلمك. اداء رائع جميل. الله يسلمك. فيصل سعيد الهاشمي امين السر لفريق عمان رايدرز، شكرا جزيلا. العفو. حياكم الله، شرفتونا وشرفتوا ايضا الحدث. واكيد الشرف ايضا بمتابعتكم الكريمه ايها الاحبه متابعينا عبر الحدث. ملتقين ان شاء الله في حلقات قادمه، الى اللقاء.